الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نحاول أن نسلط الضوء على ما يتعرض له العاملون في مجال الإعلام في العراق في ظل الديمقراطية والحرية المزعومتين. فمقابل كل صحفي ينجو من الموت يتم إطلاق النار على 100 آخرين. ففي السنوات 18 الماضية قتل في العراق ما يقارب 475 صحفيا والآلاف آخرين تعرضوا للتهديد أو التعذيب أو الاختطاف أو الاحتجاز بشكل غير قانوني، ويفلت القتلة من العقاب في أغلب الأحيان من تلك الجرائم. وسنتناول في هذه الندوة ثلاث ورقات، الأولى بعنوان حماية الصحفيين وقت النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني، يقدمها الدكتور عمر العكور نائب عميدي كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، فأهلا ومرحبا به. والثانية بعنوان الحماية القانونية للصحفيين في العراق بين النصوص والواقع المعاش، يلقيها الدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون العام في الجامعات العربية، فأهلا ومرحبا به. والورقة الثالثة بعنوان غياب العمل الصحفي في العراق أحداث ديالى انموذجا، يقدمها الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، فأهلا ومرحبا به. أرحب بالسادة جميعا وأهلا ومرحبا بكم. راجين الالتزام بالوقت المحدد لكل متحدث وهو 15 دقيقة. نبدأ بالورقة الأولى بعنوان حماية الصحفيين وقت النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني، ويقدمها الدكتور عمر العكور نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وكل ما عداه له بداية ونهاية، صلي وسلم على رسول الحق نبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الإخوة الأعزاء الفضلاء على دعوتي للقاء هذه الورشة أو هذه الندوة البسيطة عن حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني. طبعا بداية في أي محور نتحدث به، أنا بحب أن نبني من العنوان من العام وندخل إلى الخاص. فمحوري راح يكون حول ثلاث نقاط رئيسية، ولها مفهوم الحماية، وثانيها أو النزاعات، ثانيها اللي هو أثناء النزاعات المسلحة، وثالثهما اللي هما الصحفي. حتى يركب معي هذا المثلث لازم أول شيء أبلش من تعريف القانون الدولي الإنساني بشكل عام. القانون الدولي الإنساني تم تعريفه في القدم كان اسمه قانون الحرب، ولكن لبشاعة الحرب وعدم رغبته بعد الحرب العالمية الثانية وعدم رغبة الدول المتمدنة في استخدامها صرنا نقول قانون نزاعات مسلحة. فيا إخوان، من قرأ في أي كتاب قانون الحرب فليعلم أنه كتاب قديم قد أكل عليه الزمن وشرب، أصبح اسمه الآن قانون النزاعات المسلحة. حتى في الميثاق المنشئ للأمم المتحدة عام 1945 لم يتم استخدام مصطلح الحرب إلا مرة واحدة على سبيل الدلالة فقط لا غير. ثم بعد ذلك قد ظهرت تسمية أخرى اللي هو قانون الدولي الإنساني العرفي. طبعا احنا بشكل عام القانون الدولي كله والقانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، كله عرفي. شو معنى عرفي؟ انه كان عبارة عن عادات اعتقد افراد المجتمع الدولي الدول بإلزاميتها فأصبحت ملزمة. والعرف اخوان هو قانون، لا يختلف العرف عن المعاهدة اي شيء، كلاهما يعدل ويلغي الآخر، والعرف الدولي دائما وأبدا ملزم. وأصل كل القانون الدولي حتى القوانين الوطنية كان أصلها عرفي، لكن نتيجة لتطور العلاقات ما بين الدول وازدياد عددها وتشابكها وما إلى ذلك صار عندي ما يسمى بالمعاهدات الدولية. من أين جاءت كلمة التدويل للقانون الدولي؟ لا، ما بقول كلمة القانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلح. جاءت كلمة التدويل أنه في القديم ما كان في ميليشيات، ما كان في حروب داخلية، للنزاعات بشكل عام احنا بنقول دائما النزاعات نوعين. لما القانون الدولي ما في عندي غير نوعين من النزاعات، اما النزاعات الدولية او الداخلية، ما في شيء ثالث. القانون الدولي عرف النزاعات الدولية دولتين او اكثر،
والداخلية داخل إقليم الدولة. حديثا ظهر مصطلح نزاع داخلي مدول، وهو مصطلح فقهي وليس قانوني، وجوز بيستخدمه أخواننا الصحفيين أكثر مننا، لكن من حيث الدلالة القانونية مش موجود عندي كدلالة قانونية. ما في دلالة قانونية ينطبق النزاعات المسلحة فقط على الداخلي داخل إقليم الدولة الواحدة أو على الدولي دولتين أو أكثر. الداخلي داخل إقليم الدولة الواحدة طبعا واضح، حكومة مركزية مجموعة من الثوار أو متمردين، يا بتسميهم ثوار يا بتسميهم متمردين، من اللي بيسميهم؟ الحكومة المركزية. الآن القانون الدولي الإنساني أصبح يغطي مساحات واسعة في هذا الموضوع، وخصوصا بعد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، اتفاقية جنيف الأربعة 1949، جاء بروتوكولين إضافيين 1977 غطوا النزاعات الداخلية. طبعا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، اعذروني إذا بحكي بسرعة بس سلط الزميل علي سيف الوقت، فبدي قدر المستطاع أني أصل للب المحاضرة بين قوسين. فأصبح يعني من الثمانينات وجاء بعد انهيار جدار برلين، كل النزاعات تقريبا الغالب أصبحت داخلية، وبالتالي في عدد ضحايا كثيرة، في عدد قتلى ناس كثير، وبالتالي بدي أنا كمان يعني القانون الدولي الإنساني يقوم بتطبيقها ويحمي. القانون الدولي الإنساني كان بين الدول لأنه قبل الثمانينات ما كان في ميليشيات، ما كان في بين قوسين، ما في نزاعات مسلحة داخلية، مش موجودة بين دول. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. في مناطق هذا النزاع مين اللي بيقدم الخدمة وأكثر شيء ترى؟ من خلال الصليب الأحمر. كان زمان إشي اسمه مصطلح الدولة الحامية، مصطلح الدولة الحامية اللي بتقوم مقام الصليب الأحمر. هلا ما في دولة حامية، الصليب الأحمر عرف عنه نزاهته وما إلى ذلك وحياديته، فهو الآن اليد الطولة للقانون الدولي الإنساني. في شغلة بدي أحكيها يعني أصل للصلب المحاضرة اللي هو حماية الصحفيين، لا الصلب إنجاز للتعبير، إن في القانون الدولي الإنساني بيقوم على مبادئ عديدة، الحيادية والإنسانية والتطوعية وما إلى ذلك. المبدأ اللي بدي أقف عنده شوي اللي هو عدم البحث في مشروعية النزاع. أنا كقانون دولي إنساني ما ببحث في مشروعية النزاع، ما بقول الحق على الطرف ألف ولا باء، ما بقول الحق على الحكومة المركزية أو الثوار، هذول ثوار متمردين، الحق على دولة سين أو صاد، لا، في غيري بيبحث في ذلك، على رأسهم الأمم المتحدة بين قوسين متمثلا في مجلس الأمن، بين قوسين استنادا إلى مجلس الأمن القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع، هي اللي بتحدد مين معتدي ومعتدى عليه. الفصل السادس ما بيحدد إخواني، مجلس الأمن الفصل السادس ما بيحدد أي شيء، هي دعوة لوقف النزاع، بينما السابع لا، بيحدد من المعتدي ومن المعتدى عليه. أنا مش مهمتي إني أحدد هذا الشيء حتى لا أخسر أي طرف من أطراف النزاع. أنا كقانون دولي إنساني بدي أقدم مساعدة لمنطقة باء، فلازم أمر من ألف، ماش من مصلحتي أخسر ألف، أنا ما إلي علاقة بهذه الأمور. طبعا هذا بقودني للتعريف في القانون الدولي الإنساني اللي بدي أمر من عنده للصحفيين. القانون الدولي الإنساني هو شيء قواعد قانونية، لما بقول قانوني بستثني القواعد الأخرى للدلالة على الإلزامية، بمعنى ليس مجاملة وليس أخلاق وليس اجتماعية، مش قواعد اجتماعية وليست مجاملات وليس من باب المنة أو التكرم، هو ملزم. شو معنى ملزم؟ وجوب القيام به بنص القانون وعدم القيام به انتهاك لقاعدة قانونية. إذن هو قانون تهدف إلى حماية غير المشتركين في العمليات العسكرية. غير المشتركين في العمليات العسكرية نوعين أو شخصين أو فئتين، اللي هم البشر، إحنا زي البشر، وبين قوسين نطلق أحيانا مصطلح الأعيان أو الحجر، البشر والحجر أو الأعيان، الأعيان المدنية. غير المشتركين في النزاعات المسلحة من البشر نوعين، اللي هم المدنيين بطبعهم اللي زينا مدنيين، الطبيب، المهندس، الطالب، الراهب، شيخ الدين، الصحفي، المدنيين بطبعهم، أو العسكري الذي خرج من النزاع لسبب أو لآخر. هذا العسكري خروجه من النزاع لسبب أو لآخر، سواء كان خروجه بسبب الجرح أو المرض أو الاستسلام أو إلى ذلك، فهو الذي أخرجه من النزاع، فبالتالي أصبح تحت نطاق الحماية. كذلك الأعيان المدنية، الأعيان المدنية زي المسجد، زي الكنيسة، زي الجامعة، التي لا تستخدم في العمليات العسكرية. إذا استخدمت في العمليات العسكرية سقط نطاق الحماية، بمعنى إذا مستشفى بيئوي مثلا جيش أو في سلاح يجوز ضرب المستشفى ولا تعتبر جريمة. بقودني لوين؟ للحماية. شو معنى أني بحميه؟ هل العسكري قد يسأل سائل، طب العسكري المقاتل محمي؟ قولا واحدا لا، قانون دولي إنساني لا يحمي العسكري،
في العمليات العسكرية، لكن بستطرد قليلا وبقف بقول لا يحمي العسكري أو المقاتل بشكل مباشر، وإنما يحميه بشكل غير مباشر. كيف ما بيحميه بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بمعنى أنا إذا عندي عسكري قتل جندي، قتل 1000 جندي بطل بالنسبة لي، لأنه لم تقتله قتلك وأنت بطل. لكن إذا قتلت واحد مدني أنت مرتكب لجريمة. طيب كيف حمى القانون الدولي الإنساني بطريقة غير مباشرة؟ حمى بطريقة غير مباشرة من خلال تقنين أساليب ووسائل النزاع، بمعنى ليس كل سلاح مباح، لا بستخدم نووي ولا بستخدم فسفوري. مع العلم النووي محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري على الجدار العازة نيكاراغوا، الأسلحة النووية شبه النووية 1982 أو 84 كانت ضبابية، ما فصلتش إنه هل هي من أسلحة دمار شامل ولا لا. طبعا تعرفوا إحنا لأسباب سياسية أنا ما بدخلش فيها، بس لكن من ناحية قانونية بقي موقف محكمة العدل الدولية في رأي الاستشاري شوي ضبابي. مع العلم رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري دائما وأبدا غير ملزم، لا يحمل أي قوة إلزام، له قوة قانونية على عكس الحكم. أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة بينما أراها الاستشارية غير ملزمة. وبالتالي ليس كل سلاح مباح، أو إذا كانت المعركة واقعة ما بحولها لمجزرة. مدخلي إذن للحماية والصحفيين، أنا إذا بدي أوفر حماية للصحفي لهذا الإنسان، إذن الاعتداء عليه جريمة، على هذا الصحفي الاعتداء يشكل جريمة تستوجب العقوبة. العقوبة قد تكون على المستوى الداخلي اللي مسميه بين قوسين الوطني، أو على المستوى الدولي مسميه الآليات، آليات حماية الصحفيين، إما على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. أنا بدي أحكي الآليات القانونية، في آليات أخرى لا يتسع المجال لها، بس بدي أقول قانونية. الآليات القانونية المستوى الوطني أنها تقوم الدولة بمعاقبة من يقتل أو يعتدي على كرامة وحياة الصحفي. الآليات الدولية اللي هي المحكمة الجنائية الدولية، بنحول هذا القائد العسكري أو اللي اعتدى للمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية إخواني لمعلوماتكم لم تنضم إليها أي دولة عربية سوى الأردن وجيبوتي، وحديثا أعتقد تونس، غير ذلك لم تنضم إليها أي دولة عربية. المحكمة الجنائية الدولية يعني أنا بستغرب ليش ما فيش انضمام لها، لأنه أنت راح تمثل إذا المحكمة بدها أي شخص تستطيع أن تجلبه سواء كان منضم أو غير منضم. ولاية المحكمة بتقوم بثلاث حالات، إما بناء على شكوى أو إحالة من مجلس الأمن الفقرة ب، المادة 13 الفقرة ب، أو اللي هو المدعي العام. فبالتالي مجلس الأمن بيستطيع أنه يحيل، وكل اللي يحيله للمحكمة الجنائية الدولية إخواني كلهم مش منضمين للمحكمة، كلهم. ميليزوفيتش ما كانش منضمة يوغوسلافيا السابقة. وبالتالي أنا بقول أنه من الحكمة أن تنضم الدول وتعدل قانونها الوطني بما ينسجم مع المحكمة الجنائية الدولية. بعدين على فكرة بقول لك المجلس الأمن متغول على المحكمة الجنائية الدولية، هذا الحديث غير دقيق. أنا بحكي قانون ما إلي سياسة. من ناحية قانونية الإحالة هي لفت نظر وليست ملزمة. مجلس الأمن بقول للمحكمة يا محكمة في حالة هون ممكن جريمة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاصك تحركي. مجلس الأمن بناء عليه المدعي العام بيشوف إذا إنه بتشكل جرائم والله بتحرك، ما بتشكلش جرائم برفضها. وبالتالي هيمنة قانونية لمجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية مش موجودة. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أدخل في الصلب إنجاز لي التعبير الصحفي بشكل عام. إخواني نكون بالصورة دائما وأبدا، إذا ثار الشك في القانون الدولي الإنساني حول أنه هذا مدني أو عسكري، ليش أنا بدي مدني أو عسكري؟ مدني بدي أوفر له حماية أكبر، دائما وأبدا هو مدني. أنا شاك أنك مدني ولا عسكري، لا بأخذك على أنك مدني ما لم يثبت العكس بالوجه الصحيح. مشكلة الصحفيين التعريف، ما في تعريف جامع مانع لهم. وبشكل عام مش بس في القانون الدولي الإنساني، في كل القانون الدولي سواء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في عندي فرعين مهمات الآن: قانون دولي الإنساني اللي هو النزاعات المسلحة، قانون دولي لحقوق الإنسان اللي هي تنظيم علاقة الدولة مع المواطن، إنه الدولة لم تعد الوكيل الحصري لحقوق الإنسان. عمودها الفقري الشرع الدولي لحقوق الإنسان اللي هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية زي سيداو واتفاقيات الطفل وما إلى ذلك. في كلا الفرعين ما في عندي تعريف مضبوطة. ليش؟ لأنه التعريف إذا دخلت وعرفت أنت قتلت الشيء، لأنه ممكن تظهر حالة أكثر خطورة من التعريف اللي حطيته ما تستطيع تضبه. وليس أدل على ما أقول المرتزقة، قانون الدولي الإنساني غلط وعرف المرتزقة وحط لهم شروط. لأن في محامي فرنسي شهير بيقول إذا لم تستطع نفي صفة المرتزقة عن
موكلك فلا تستحق ثمن الرصاصة. شو معنى ذلك؟ إنه من السهل جدا إنك تنفي صفة المرتزقة. بعود للهون، تعريف الصحفي ما تمش، الاتفاقية الدولية بشكل عام ما حاولتش تعرفه، يعني من أجل الحماية للقانون الدولي الإنساني في بعض المعاهدات الدولية الناظمة لهذا القانون. بدي أروح لعند مفهوم الصحفي. الاتفاقية الدولية ما حكت، حتى اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 حكت عن مراسلي الصحف، ما كان المفهوم زي هيك. كانوا مجموعة من الناس يروحوا يأخذوا الباج تاعهم، الكارت تاعهم، هذه الكارنيه يأخذها معه، يكون صفته مراسل صحفي من دولته، ومعه هذه الوثيقة. إذا وقع في الأسر تعتبره مدني، بتعتبره من المدنيين. شو معنى ذلك؟ إنك توفر له الحماية اللازمة، لا يجوز الاعتداء عليه ولا تعتبره جاسوس. الصحفي ليس جاسوس، بجوز في نتيجة أنه بصير على أرض الواقع كثير أنه معظم الصحفيين جواسيس، هذا شيء آخر أنا ما إلي فيه. أنا دائما بقول إخوان بحكي قانون، أنت بتقول عن فلان مجرم حرب، مين خولك؟ لأنك ما بتحبه. اللي بيقول عنه مجرم حرب القانون، محكمة الجناية الدولية وقانون الوطني بيقول عنه مجرم، مش أنا ولا أنت. وبالتالي انجاز لنا التعبير، الصحفي ليس جاسوس وإنما هو شخص مدني ينقل أخبار بالاشتراك مع قواته العسكرية. طبعا يبقى تحت نطاق الحماية ما لم يقم بأعمال عسكرية. إذا قام بأعمال عسكرية أو اشترك في النزاع المسلح لسبب أو لآخر فقد هذه الحماية. في عندي أنواع للصحفيين، إما الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة، هذول الدولة بتعطيهم، أو صحفي مستقل لصحيفة معينة ليس لا ينتمي لأي طرف من أطراف النزاع، برضو يجب الحصول عليه على الكارنيه أو ما يثبت أنه صحفي. بقول قد يسأل سائل أنه إذا فقد هذه الكارنيه أو هذه الوثيقة يبقى يحتفظ بالحماية إلى أن يثبت العكس. طبعا في كمان خلص الحماية القانونية، طبعا باتفاقية جنيف 1949 حكت عن حماية الصحفيين، ثم أضافت ذلك بالبروتوكولين الإضافيين عام 1977. طبعا وبتعرفوا الآن اللهم صل على سيدنا محمد، بعد الحروب الداخلية واللي صير عندنا للأسف في الوطن العربي بنشوف بتم اغتيال الصحفيين من أجل تكميم أفواههم واغتيالهم بدم بارد. هذا موضوع بجوز قد يحكموا أشياء أخرى، وأنا بعتذر عن إطالة، ويعني إذا أحسنت فهو الواجب وإذا قصرت فالحمد لله الذي أبى الكمال إلا لنفسه والعصمة إلا لأنبيائه، وأنا جاهز لأي سؤال. شكرا سيدي. شكرا للدكتور عمر العكور نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية على ورقته حماية الصحفيين وقت النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني. أنتقل الآن إلى الورقة الثانية بعنوان الحماية القانونية للصحفيين في العراق بين النصوص والواقع المعاش، للدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون العام في الجامعات العربية، فليتفضل مشكورا. التحيات للأخوة الذين أشرفوا ويشرفون على هذه الورشة الصحفية أو العلمية أو القانونية، والشكر للحضور الكرام. عنوان الورقة الحماية القانونية للصحفيين في العراق بين النصوص والواقع المعاش. سلطات الدولة في كل دساتير الدولة تتحدث عن سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، لكن الكل الآن يضيف سلطة رابعة لهذه السلطات هي سلطة الصحافة. والصحافة باعتبارها سلطة رابعة لما تشكله من مهنة الدفاع عن الحقيقة وتنوير الرأي العام، وبالتالي هي مهنة المخاطر لما يتعرض له العاملون في هذه المهنة إلى مشاكل عدة قد تصل إلى السجن أو فقدان الحياة وهي كثيرة في أيامنا هذه. حرية الصحافة تسمح بالنقد للسلطات العامة وكشف أخطائها أمام الرأي العام، كما أن ممارسة الصحفي لعمله بدون ضغوط فرضت على الدول إيجاد آلية قانونية تسمح بتوفير الحماية للصحفيين وعملهم بعيدا عن الضغوط. حرية الصحافة هي الوجه الآخر لحرية الرأي والتعبير، وهي الدعامة التي تقوم عليها الديمقراطية، فلا ديمقراطية بدون حرية تكون الدعامة لحقوق الإنسان واحترام آدميته. ما هي النصوص القانونية التي تعالج حقوق الإنسان والتزامات الصحفيين في النظام القانوني العراقي؟
القواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ترتد إلى النص الدستوري الوارد في دستور 2005 في المادة 38 وقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 وقانون العقوبات العراقي الصادر سنة 69 وتعديلاته والذي لا زال ساريا المفعول إلى يومنا هذا. النص الدستوري مادة 38 يشير نص فضفاض تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر نقطة على السطر لم تتحدث إلا على هذه النقطة. هذا النص يتحدث عن حرية الصحافة وليس عن حرية الصحفي ومدى حصانة عمله كما أنه يعلق حرية الصحافة بعدم الإخلال بالنظام العام والأداء وهو تعبير فضفاض يسمح للسلطة العامة بعدم احترام الحرية التي كفلها الدستور. القانون رقم 21 لسنة 2011 يتألف هذا القانون من 19 مادة بالرغم من أن عنوان القانون قانون حقوق الصحفيين إلا أن قراءة نصوصه تسمح بالقول بأن الغموض يغطي معظم النصوص كما أنه لا يوفر حماية حقيقية للصحفي وعمله فهو يقصر تعبير الصحفي على من يعمل بدوام كامل في مؤسسة إعلامية يعني شبهه باسم الموظف باسم الموظف والصحفي يعمل على مدار الساعة يعني ويضيق على كيفية الحصول على المعلومات والتصرف فيها ولا يستطيع نشرها إلا بحدود القانون كما المادة الرابعة من القانون دون أن يوضح لنا هذا النص أي قانون هذا الذي لا يستطيع نشر هذه المعلومات التي تحصل عليها كما أن الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية مقيد بأن لا يكون إفشاؤها مضرا بالنظام العام ويخالف أحكام القانون مادة 6 هذا التقييد يجعل من حرية الصحافة وحقوق الصحفيين اسما دون مسمى وعلى طريقة ولا تقربوا الصلاة تمنع المادة 8 مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفية وأن لا يكون ذلك سببا للإضرار به لكن النص علق هذا الحق على عدم مخالفة الفعل للقانون دون أن يحدد لنا النص أي قانون عموما هذا القانون لا يوفر إلا حماية ضئيلة للصحفي وعمله صحيح أن القانون ضمن راتبا تقاعديا لمن يستشهد من الصحفيين اثناء تأييد واجبه لكن الحيلولة دون تعرض الصحفي للاستهداف امر ضروري لان الوقاية خير من العلاج ما ورد في القانون في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 وتعديلاته من نصوص تقرر الحماية للعمل الصحفي وشخص الصحفي ومنها اذا ما وقعت جريمة القتل على موظف والصحفي حسب قانون حقوق الصحفيين يعامل معاملة الموظف العام وقعت عليه جريمة وهو إسقاط غير مبرر في هذه الحالة لكن في محاولة لإعطاء راتب لعائلة الصحفي اعتبر الصحفي موظف العام فتكون العقوبة الإعدام وفقا المادة 406 وكذلك الأمر في جرائم الضرب والإيذاء المواد 412 إلى 416 وجرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم المادة 421 427 والحقيقة هذه المواد لا تجد لها تطبيقا في النظام القانوني العراقي إلا ما ندر سنشير إليها إذا كانت هذه النصوص القانونية تعطي ضوءا في نهاية نفق مظلم لحرية الصحافة وعمل الصحفي فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أولى أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير وفي معظم الدول يعتبر العهد لكونه اتفاقية دولية في مرتبة أسمى من القانون المحلي للدول الموقعة عليه بل حتى أسمى من الدستور في دول أخرى على اعتبار هذه الاتفاقية عندما تدخل ضمن النسيج القانوني لهذه الدولة أو تلك تعطى هناك دول تعطيه قيمة قانونية أعلى من الدستور أو مساوية للدستور أو أقل من الدستور بحسب هذه الدولة أو تلك كما أن ما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي أشار إليها الدكتور عمر قبل قليل والمتعلقة بحماية المدنيين والأسرى ومن ضرورة التعامل الإنساني إذ تضمنت الاتفاقية الثالثة منها باعتبار الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها كالمراسلين الحربيين يعدون أسرى حرب وفي البروتوكول الملحق بالاتفاقية العام 77 اعتبر الصحفي مدني لأغراض الحماية ومنع التعدي عليه
وإذا كان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في 23/12/2006 من ضرورة إلزام جميع الأطراف في النزاعات المسلحة حول العالم بتنفيذ التزاماتهم إزاء الصحفيين وفق القانون الدولي، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها في 18/12/2013 ضرورة توفير الحماية للصحفيين لتحقيق سلامتهم، كما اعتبرت يوم 22/2 هذا اليوم يوما دوليا لإنهاء إفلات المجرمين من العقاب عن جرائمهم المرتكبة ضد الصحفيين. ومع كل هذه الآليات القانونية التي قد توفر قدرا من الحماية للصحفي وعمله، فإن المخاطر التي تهدد الصحفيين بأشخاصهم وبعملهم تزداد باستمرار، والواقع العملي يرينا صورا شتى من استهداف الصحفيين قتلا واختطافا وإخفاء، وهذا ما سوف نتطرق إليه في الجزء الثاني من هذه الورقة. الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق تتنوع الاعتداءات على الصحفيين، ومنها جرائم القتل والتعذيب، جرائم الاغتصاب وانتهاك العرض لا سيما ضد الصحفيات من الإناث، الإخفاء القسري والخطف، الاحتجاز التعسفي بلا أوامر قضائية، التوقيف دون مذكرة قضائية، الاعتقال دون سند قانوني، الترهيب والتهديد والمضايقة، مصادرة الآلات والوسائل التي يحملها الصحفي أو تملكها وسائل الإعلام من فضائيات وغيرها، وقد رأيتم أنتم الكثير تجاه كثير من هذه الأعمال. الدور المؤثر لوزارة الإعلام ليس في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير فحسب، بل في تشكيل الرأي العام وتوجيهه والإفصاح عن المعلومات وخلق القضايا وكشف الفساد وفرق الموت التي تستهدف المواطنين. الصحفي في العراق مشروع شهيد، فهويته واضحة لا يمكن يخفيها، فهي بطاقة دخوله إلى الناس ويتصدر الصفوف في كل التجمعات والتظاهرات التي تطالب بحقوق الشعب، مما يجعله عرضة للاغتيال في أي لحظة بسبب مقال أو تصريح أو رأي عبر عنه، أو شريط فيديو يوثق انتهاكات الأجهزة القمعية أو الميليشيات للتظاهرات الجماهيرية. اغتيال الصحفي يعني اغتيال الكلمة الحرة، وقد وثقت منظمة مراسلون بلا حدود ما يزيد على 475 صحفي تم اغتيالهم في العراق بعد الغزو الأمريكي وحتى نهاية 2020. كما تم اختطاف أكثر من 93 إعلاميا من قبل مجموعات تملك السلاح والمال وهي أقوى من سلطة الدولة. حرب العراق هي الأكثر دموية للصحفيين، وأعداد القتلى من الصحفيين يفوق بأشواق ما سجله التاريخ على مدى أكثر من 20 عاما من الحرب في فيتنام خلال الحرب أو خلال الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينات القرن الماضي. يقع العراق في المركز 162 في مؤشر حرية الصحافة في عام 2020، وخلال الانتفاضة التشرينية عانى الصحفيون مضايقات شتى نتيجة مواقفهم مع الثوار ونقل تظاهراتهم وتوثيق الانتهاكات التي طالت الثوار من قتل وجرح، وقدمت الصحافة ثمنا باهظا لموقفها الوطني. ولعلنا نعطي أمثلة لاستهداف الصحفيين وأنتم. الصحفية أطوار بهجت، تتذكرون جيدا هذا الاسم، تمت تصفيتها عندما وثقت استهداف المرقدين في سامراء والجهة التي قامت بالفعل، حيث اشتعلت الحرب الطائفية بعد ذلك. ومن خلال هذا الأسبوع الماضي أصدر خليل زادة كتابا أسماه السفير، أعلن فيه أن نور المالكي قد أخبره أن إيران وراء تفجير المرقدين. هذا الكتاب الآن موجود في الأسواق، عنوانه السفير. اختطاف الصحفية أفراح شوقي، تتذكرونها في منطقة السيدية في ضواحي بغداد بتاريخ 22/12/2016، اختطفت وتدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي ومجموعات، وهم من جماعة العصائب اللي موجودين هناك لهم مقرهم، واكتفي بإطلاق سراحها وسافرت إلى فرنسا وتعيش هناك لأن هددت إذا ما أعلنت عملية الاختطاف. تمت عملية الاختطاف من قبل مسلحين يرتدون ملابس مدنية كالعادة. يعني اختطاف الصحفي علي المقدام عام 2019، هذا جديد، وتعذيبه بسبب نشره مقالا يبين فيه دور إيران التخريبي في العراق، وعندما تمكنت القوات الأمنية من تحريره أعلن بأن قلمه لن يتسخ ولن يوقف نشاطه في العراق. اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد في العام الماضي ومعه المصور صفاء غالي، هذه مهمة جدا هذه، وأعلنت الحكومة أنها ألقت القبض على إحدى فرق الموت المكونة من 4 أشخاص، إلا أنها أظهرت شخصا واحدا من القوات الأمنية اعترف بارتكابه الجريمة وتم تهريب الباقين إلى إيران. والملفت أن المتهم عندما مثل أمام محكمة استئناف البصرة من أسبوعين
أعلن أنه قام بالفعل بناء على فتوى من مرجع إيران، لم يسجل القاضي اسم المرجع لكنه تسربت معلومات خامنئي. أقتل هذا الصحفي لأنه تطاول على الإمام الخميني، على الإمام الخميني. هذا خامنئي هو اللي يقول لي هذا الكلام. والمفروض طبعا صدر، تذكرون خلال يومين صدر حكم بالإعدام على هذا الشخص. والغريب عندما صدر الحكم عليه بالإعدام قال الآن قبلت أعمالي، قبلت صلاتي وقبلت صيامي لأنني نفذت الفتوى التي جاءت إلي من مرجعي اللي هو الخامنئي. أخشى على محكمة التمييز أن تنقض هذا الحكم، لأنه ليست المرة الأولى. تتذكرون جريمة جامع مصعب بن عمير عندما كان الأناس يؤدون صلاة الجمعة، دخلت مجموعة معينة وقتلت الكثير منهم وحكموا بعد باعترافهم وحكموا بالإعدام 4 من عدهم. بعد ذلك محكمة التمييز تنقض الحكم وأطلق سراحهم وهم الآن. فأخشى هكذا. في يوم 26/10/21 قريبا من هذا الشهر الماضي تم اختطاف الصحفي باسم الزعلوك، وناشدت والدته المسؤولين الحكوميين علهم يجدون له طريقا. وأخيرا يوم 28/10 اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب إحدى القنوات الفضائية. الغريب هذه القنوات الفضائية موجودة داخل المنطقة الخضراء. دخلت هذه المجموعة من الذين يطوقون الآن الخضراء وكسرت كل وهددت وطالبتهم بالصمت، وفعلا لم يتكلم أحد عن ما جرى بهذه الحالة. البنادق المأجورة والأسلحة الكاتبة للصوت في مواجهة الكلمة الحرة، هذا ما يحصل في العراق أمام صمت المجتمع الدولي. تحياتي لكم، شكرا والسلام عليكم. شكرا للدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون العام في الجامعات العربية على كلمته، وكانت بعنوان الحماية القانونية للصحفيين في العراق بين النصوص والواقع المعاش. أنتقل إلى الورقة الثالثة بعنوان غياب العمل الصحفي في العراق أحداث ديالة انموذجا، للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اليوم نتكلم، يعني سأبدأ من حيث انتهى الضيوف الأكارم وأتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو تصنيف الصحفيين داخل العراق بعد 2003، تصنيف الصحفيين، وعليه بنيت هذه الورقة التي سوف أقدمها. الصحفيين في العراق صنفان، صنف مع العملية السياسية ومسوق لها ومبرر يجد التبريرات دائما وأبدا، وهؤلاء في مأمن من الاستهداف. والصنف الآخر هو الصنف المعارض للعملية السياسية أو المناهض للحكومات الاحتلال المتعاقبة، وهو الصنف الذي يتعرض إلى الاستهداف. ومن هنا ممكن معرفة هوية الجهة المستهدفة لهذه الفئة ومن المستفيد. هذا في القانون، ابحث عن المستفيد. فإسكات الكلمة الحرة لا يمكن أن يكون إلا هدفا للحكومات التي تفتقر إلى الأولويات الوطنية، والحكومات التي جاء بها الاحتلال منذ 2003 وحتى اليوم. فهنا سأستخدم مصطلح المستقلين الصحفيين الذين ينتمون إلى الفئة المناهضة للعملية السياسية، وأتحدث عن أبرز أسباب استهداف الصحفيين مستقلين في العراق وبعض تداعيات إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعنيين بإظهار الحقائق وفضح الانتهاكات. أتخذ من طبيعة نقل أحداث ما جرى في بعض قرى المقدادية بمحافظة ديالى، الحقيقة لأنها أحداث تستوقف الجميع، أحداث تظهر ماذا هو أو تمثل جانبا من الواقع العراقي المرير الذي يعيشه الشعب
في ظل يعني حكومات تفتقر حقيقة حتى إلى القانونية وإلى المبررات التي تمدها بالوجود. وهنا للحديث عن العمل الصحفي في العراق، العمل الصحفي المستقل، أتخذ من طبيعة نقل أحداث ما جرى في بعض قرى المقدادية بمحافظة ديالى وتناولها من وجهة نظر الحكومة فقط من قبل وسائل إعلام مختلفة كنموذج على ذلك، وسط تعتيم إعلامي متواصل على حقيقة ما حدث في تلك القرى وما صاحبه من إلصاق استباقي للتهم. وهنا يعني هذا كالمعتاد، كل جريمة تلصق التهم جزافا دون تحقيق، دون إجراء تحقيقات ولا انتظار حتى لإعلان التحقيقات التي سوف تتم بهذه القضية أو تلك. وبالنتيجة المراد من إلصاق التهم بجهات هي تبرئة جهات أخرى لديها سجل مزدحم بالجرائم الوحشية ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين، ولا سيما الميليشيات الولائية المهيمنة بشكل كامل على المحافظة وهي محافظة ديالى الحدودية مع إيران، والمرتكبة لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والمنفذة لحملات تطهير طائفي وعقاب جماعي في محافظة ديالى وفي محافظات عراقية أخرى. الأمر الذي يظهر الواقع المرعب لمهنة الصحافة الحرة والمستقلة في العراق وغياب دور الإعلام المستقل في البلاد والمستقبل المجهول الذي ينتظر العاملين في هذه المهنة من جراء الاستهداف المستمر للصحفيين الذي يدفع المجتمع نحو الارتباك والتضليل. طبعا لماذا اخترت أنه غياب العمل الصحفي؟ لأنه أصلا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو الغرض منه كي نوقف حالة غياب العمل الصحفي المستقل. حتى الأمم المتحدة في العام الماضي أقرت ذلك في هذا اليوم من العام الماضي. لماذا؟ لأنه غياب العمل الصحفي المستقل سيدفع الثمن المجتمع ككل بأفراده جميعا، لا أحد يستثنى من الموضوع، وبالتالي ستظل حالة الارتباك والتضليل وعدم إظهار الحقائق وخلط الأوراق، وطبعا المراد منه تجريم الأبرياء وتبرئة المجرمين، وهذا الذي حصل وما زال يحصل في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. أستعرض هنا أبرز ما جاء في تحقيقات قسم حقوق الإنسان في الهيئة بشأن أحداث ديالى وأقوم بمقارنة سريعة بين ما تم توثيقه من إفادات لعشرات الشهود من أهالي ووجهاء القرى المستهدفة وبين ما تم نشره في وسائل إعلام مختلفة، وأترك لحضراتكم الحكم على الموضوع والإجابة على سؤال إن يعني خطر ببال أحد. قد يعترض البعض أنه غياب العمل الصحفي، أنا أعني هنا العمل الصحفي المهني الحر المستقل. وثق قسم حقوق الإنسان إفادات 47 شاهدا من أهالي ووجهاء القرى المستهدفة في ديالى. جميع الشهادات التي وثقها القسم تفيد بأن ما حصل خلال الهجمات على القرى المستهدفة من عمليات قتل ميدانية للمدنيين وإحراق للمنازل والمركز الصحي والمسجد والمدرسة في القرية وما أعقبها من حملات التهجير، جميع ما حصل هو جرى على مرأى ومسمع من القوات الأمنية المتواجدة بشكل دائم في المنطقة ولا سيما بعد العام 2018. وفي سياق الانفلات الأمني والممارسات الإرهابية التي تطال مناطق محافظة ديالى بين حين وآخر، ذكر شهود عيان أن الحواجز الأمنية رفعت من المنطقة
وأغلقت كاميرات المراقبة قبل الهجوم بيومين. وقع الهجوم ليلة الثلاثاء 16 من تشرين الأول نوفمبر الماضي بمهاجمة قرية الرشاد الهواشة سابقا في قضاء المقدادية. للتشخيص، هنا قرية الهواشة يقطنها غالبية شيعية، وقتلت عددا من أبنائها. تبع ذلك قيام مجموعات مسلحة تستقل مركبات عسكرية حكومية بمهاجمة قريتي نهر الإمام والعامرية في المنطقة نفسها بعد محاصرتهما. وقرية نهر الإمام وقرية العامرية يقطنها غالبية سنية، ومن ثم تنفيذ إعدامات ميدانية فيها طالت عددا من سكانها بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 20 شخصا، وأضرم النيران في عدد من المنازل والبساتين. وقاموا بإحراق المركز الصحي والمسجد والمدرسة في قرية نهر الإمام، مما دفع السكان لمناشدة القوات الحكومية المتواجدة التي يعني من المفترض أن تكون وجودها أن يكون الوجود أو تواجدها لغرض حماية الأرواح المواطنين. لكن هذه القوات لم تستجب للأهالي المستنجدين بها، وتركت مرتكبي الاعتداء يكملونه، وهو أمر يثير تساؤلات كبيرة. ليعقب ذلك عملية تهجير بعد أن أبلغت القوات الحكومية سكان المنطقة بعدم قدرتها على حمايتهم، وقامت تلك القوات بتنفيذ عملية التهجير من مناطقهم بحسب الشهود. طبعا هنا هذه الرواية وهذه الشهادات توصف لنا ما حدث في أو جانب مما حدث في القرى المستهدفة، لكن بالمقارنة مع ما تم نقله في وسائل الإعلام التي نقلت وجهة نظر الحكومة فقط، هنا لنا أن يعني أترك لكم الحكم أنه هل هذه الوسائل هي يعني وسائل إعلام مهنية، وسائل إعلام مستقلة، وسائل إعلام حرة أم لا. طبعا بلغ عدد العائلات المهجرة 350 عائلة تاركين دورهم ومزارعهم وكل ما يملكون من سيارات وأموال ومعاش، وحتى أوراق ثبوتية لم يتمكنوا من أخذها. كل هذه التفاصيل غضت النظر عنها وسائل الإعلام التي نقلت الخبر من وجهة نظر الحكومة. طبعا هنالك وسائل إعلام نقلت الخبر من يعني الحقيقة كما هي بدون تزويق أو تنميق أو تدليس أو تغاضي أو تقديم أو تأخير. لكن ما المراد من هذه يعني يتحدث هم الشهود بهذا الموضوع؟ أغلب القرى المستهدفة هي مستهدفة منذ العام 2014. منذ العام 2014 هذه القرى أصبحت ترزح تحت نيران الميليشيات، وهذه القرى أهلها مستهدفون من قبل الميليشيات الولائية، ولا سيما المسيطرة على المحافظة وهي ميليشيات بدر بقيادة هادي العامري وميليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي. أما الرواية الحكومية حقيقة يعني اقتصرت على أن هجوم على قرية الرشاد الشيعية كان من قبل تنظيم داعش، وكردة فعل قام أبناء القرية بالهجوم على، وكأن الموضوع طبعا لا توجد حكومة ولا يوجد قانون، من أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان وجود جثامين الضحايا في باحة مستشفى المقدادية، وأقاربهم يخشون نقل الضحايا العائدين لهم لأن الميليشيات تنتظرهم على باب المستشفى بحسب الشهود لتنفيذ عمليات إعدام جديدة. وحاليا أبناء قرية الإمام الذين هربوا إلى مناطق أخرى يخشون ملاحقتهم
وتصفيتهم كما حدث مع الكثيرين من أقربائهم الذين تركوا القرية قسرا خلال السنوات الماضية. الحقيقة أقتبس بعض من بعض الشهادات، من شهادات بعض الشهود. يقول: أتت قوات الجيش والشرطة أثناء الاعتداء وهم ينظرون إلى المنفذين وهم يقومون بجريمتهم، أحاطوا المنزل بعد ذلك وأخرجونا بسياراتهم بالمركبات الحكومية. يعني يتساءل الشاهد لماذا إذن تتواجد القوات الحكومية إذا تركت الجنات يفعلون فعلتهم. في شهادة أخرى، يعني قوات الجيش متواجدة بمحيط القرية منذ العام 2018 ويتواجد أيضا معهم قوات من الشرطة، وعندما وقع الهجوم حدثت جرائم وحشية حيث أتوا على مريض وقتلوه، وقتلوا طفلا صغيرا لم يتجاوز السنتين، وكان هنالك قوات من الجيش والشرطة والرد السريع وقوات مكافحة الإرهاب يقفون جانبا، والمسلحون يحرقون المنازل والبساتين أمام أنظارهم دون أن يحركوا ساكنا بحسب الشاهد. مما تقدم وغيره كثير نفهم كيف ولماذا أصبح العراق من بين أكثر دول العالم خطورة على العمل الصحفي والأكثر فتكا بالنسبة للصحفيين، مع إفلات مستمر للمجرمين من العقاب على عمليات القتل التي ارتكبوها بحق الصحفيين المستقلين منذ الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من فوضى سلاح وظهور للميليشيات التي لا تزال مستمرة في جرائمها المروعة التي تأتي في سياق استهدافها المتواصل للصحفيين والناشطين الإعلاميين المعنيين بفضح الانتهاكات وإظهار الحقائق ومعاقبتهم على مواقفهم الرافضة لسيطرة الميليشيات على البلاد، ومحاولة منها لخلط الأوراق وتشويه الحقائق وتجريم الأبرياء وتبرئة المجرمين وإثارة الفتن الطائفية وإشاعة الفوضى لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وحزبية على حساب إزهاق أرواح العراقيين وإراقة دمائهم. الحقيقة يعني أكتفي بهذا الأمر وأختم وأقول يعني اقتباسا من بيان الهيئة، هيئة علماء المسلمين الذي أصدرته بشأن الجرائم التي تعرض لها أهالي بعض قرى المقدادية بمحافظة ديالى: وإننا في هيئة علماء المسلمين إذ يعتصر الألم قلوبنا لهذه المأساة فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أهالي ديالى، ونؤكد أن ما حدث في ديالى هي جرائم مدبرة ومخطط لها سابقا، وتتحمل مسؤوليتها المباشرة حكومة الكاظمي وميليشياتها والأجهزة الحكومية في المنطقة التي وقفت متفرجة أمام الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد أبناء القرية، وهو ما يؤكد أن هناك مخططا تسعى قوى الظلام إلى تنفيذه أمام صمت مخزن ومذل من السياسيين الذين يدعون تمثيل هذه المناطق وتغاض أممي عن المجازر والانتهاكات المستمرة في العراق، وكأن المجتمع الدولي لا يبالي بأرواح العراقيين بقدر اهتمامه بمباركة انتخابات مزورة لا تمثل إلا الطبقة السياسية المسؤولة عن تلك الجرائم والانتهاكات والفساد. انتهى الاقتباس. شكرا جزيلا على الاستماع، وأرجو يعني عذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، على ورقته وكانت بعنوان: غياب العمل الصحفي في العراق، أحداث ديالى انموذجا. وفي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات، إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين،
نجدد الدعوة بضرورة الالتزام بالدفاع عن الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات الذي تكفله جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونؤكد على أن الإفلات المستمر من العقاب يؤدي إلى تشجيع مرتكبي الجرائم على أعمالهم ويكرس فقدان ثقة المجتمع بمدى صلاحية منظومته القضائية. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المتحدثين الأفاضل على ما قدموه من معلومات مهمة تبين ضرورات عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب، والشكر موصول لكم الحضور الكريم والمشاهدين الأعزاء، وحتى نلتقيكم في ندوات مقبلة لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.